السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في الجزء الخامس من درس المعادلات والموجه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا في هذا الجزء غنتكلم على حل معادلة على شكل x مربع تساوي a. إذا غنبداو بسؤال، إذا ما هي إشارة العدد x مربع؟ هل هي إشارة موجبة أم إشارة سالبة؟ وحنا ملي كنكتبو x مربع راه x مربع أو بين قوسين x لكل أس 2. إذا نأخذ بعض الأمثلة. إلى مثلا x تساوي 5، إذا عوضنا x بخمسة فخمسة أس 2 هي 5 في 5 أي تساوي 25. إذا في هذه الحالة 5 أس 2 عدد موجب. إلى خدينا ناقص 5، إذا ناقص 5 لكل أس 2 هي ناقص 5 في ناقص 5. العدد السالب في عدد السالب كيعطينا عدد موجب أي 5 في 5 أي 25. إذا العدد ناقص 5 أس 2 هو عدد موجب، وبالتالي هنا كنلاحظوا بأن كما بغات تكون x فدائما x مربع سيكون عدد موجب. إذا دائما x مربع عدد موجب. طبيعة الحال راه ممكن يساوي الصفر، لأن الصفر أس 2 راه كتساوي لنا صفر. إذا دائما x مربع كيكون عدد أكبر أو يساوي صفر مهما يكون x، سواء كانت x عدد سالب أو x عدد موجب. إذا الهدف من هذه المسألة هذه هو أننا خصني نميز ما بين الإشارة ديال x مربع والإشارة ديال x. إذا x مربع دائما هو عدد موجب مهما يكون x، عدد سالب أو عدد موجب. إذا حل معادلة على شكل x مربع تساوي، إذا نبدأ بالحالة الأولى، x مربع تساوي ناقص 3 مثلا. إذا إحنا قلنا x مربع عدد موجب وناقص 3 عدد سالب، وبالتالي ميمكنش عدد موجب يساوي لنا عدد سالب. إذا في هذه الحالة كنقول بما أن ناقص 3 أصغر من صفر المعادلة ليس لها حل، يعني مستحيل نكتب هذه الكتابة، هذه معادلة مستحيلة ليس لها حل. إذا الحالة الثانية هي ملي كيكون عندنا x مربع كيساوي لنا صفر. إذا في هذه الحالة فالحالة الوحيدة الممكنة هي x كتساوي صفر، فالمربع ديال صفر هو الوحيد اللي كيساوي لنا صفر. في الحالة المواليه هي ملي كيكون عندنا x مربع كيساوي لنا عدد يخالف الصفر، مثلا يساوي 3. اذا في هذه الحاله او يساوي مثلا 4. في الحاله كنشوف بانه x يمكن نعوضها ب 2، بحيث ان اللي درس 2 اس 2 راه تعطيني 4، وكذلك يمكن لي نعوضها بناقص 2، بحيث ناقص 2 في ناقص 2 هي 4. بالتالي في هذه الحالة المعادلة لها حلين. إذا بشكل عام حنا كنقول بأن بما أن 4 أكبر يساوي أو الأكبر قطعا من الصفر، فإن x كتساوي جذر 4 أو x كتساوي ناقص جذر 4. إذا جذر 4 هو العدد 2 وناقص جذر 4 هو ناقص 2. إذا المعادلة لها حلان هما 2 وناقص 2. إذا كتلخيص هذه المسألة، x مربع تساوي a، عندنا ثلاثة ديال الحالات. دائما كنشوف a، إلا كانت a عدد سالب قطعا المعادلة ليس لها حل، المعادلة ليس لها حل. إلا كان a كيساوي صفر المعادلة أو المعادلة لها حل وحيد هو x كتساوي صفر، ولكن a أكبر قطعا من الصفر المعادلة لها حلان هما جذر a وناقص جذر a. هنا هو يعني إما جذر a وناقص جذر a كذلك لها حلان. إذا نأخذ أمثلة تطبيقية. إذا الحالة الأولى x مربع تساوي ناقص 5، إذا دائما في الحالة كنشوف هذا العدد، إذا لدينا
ناقص 5 أصغر قطعة من الصفر. إذن المعادلة ليس لها حل. الحل الثاني x مربع تساوي صفر، إذن x تساوي صفر، المعادلة لها حل وحيد، الصفر هو حل هذه المعادلة. الحل الأخيرة x مربع تساوي 5، إذن لدينا 5 عدد موجب، إذن المعادلة لها حلان، إذن x إما كتساوي جذر 5 أو x كتساوي ناقص جذر 5. إذن جذر 5 وناقص جذر 5 هما حل هذه المعادلة. هنا خصني ننتبه، هنا كندير و، يعني العددين بجوج حلان، إلا عوضت بجذر 5 فراها حل، وإلا عوضت بناقص جذر 5 كذلك تحقق المعادلة. مي هنا كنقول إكس، إذا إكس إما كتاخد هاد القيمة أو كتاخد هاد القيمة.